الديناصورات أقوى وأضخم الزواحف اللي عاشت على الكرة الأرضية، وكلمة ديناصور يعني السحلية المرعبة. وعاشت الديناصورات دي في العصر الترياسي والجوراسي والطباشيري، يعني من 70 ل 190 مليون سنة، وكان بعضها بحجم صغير وسادت العالم بأنواعها وأحجامها المختلفة. واكتشف العالم ريتشارد أوين عام 1841 أسماء بتنتهي بكلمة سورس وتعني زاحف أو سحلية، وانقرضت كل الزواحف دي بصورة غامضة وسريعة منذ ملايين السنين. وما يعرفش العلماء لحد دلوقتي على وجه الدقة السبب الحقيقي لانقراضها والمفاجئ، وافترضوا نظريات كتيرة على انقراضها. مثلا في نظرية بتقول إن في نيزك ضرب الأرض وموتهم مع ضربه للأرض، وفي نظرية تانية بتقول إن ثوران البراكين على سطح الأرض هو سبب انقراضها. ولو جينا نتكلم عن أول نوع عندنا من الديناصورات هو أبريكتوسورس. الديناصور ده نباتي وطوله 4 أقدام، يعني 1 متر و300 سنتي، ووزنه غير محدد، وموقعه في أفريقيا. أبريكتوسورس هو ديناصور صغير جدا، كان بيعيش في العصر الجوراسي، وكان بيتغذى على النباتات، وهو من الديناصورات اللي بتتمشى على رجليها الخلفية، ومعروف عنه إن هو كان عداء سريع جدا. ونيجي بقى للنوع التاني واسمه أتشيلوسورس، وهو ديناصور نباتي وطوله 20 قدم، يعني 6 أمتار، ووزنه غير محدد، وموقعه في أمريكا الشمالية. أتشيلوسورس هو ديناصور كبير أكل لنباتات، وكان بيعيش في أمريكا الشمالية، وهو من ذوات الأربع. والعلماء كانوا بيقولوا إن هو كان منحدر من سلالة اسمها باشينوسورس في الأصل، ولكنه انفصل عنهم عشان يعمل فصيلة خاصة بيه. ونتكلم بقى عن النوع الثالث واسمه أفرافونيتر، هو ديناصور لاحم وطوله 27 قدم، يعني 8 متر، ووزنه 1000 باوند، يعني 450 كيلو جرام، وموقعه في أفريقيا. أفرافونيتر هو ديناصور لاحم عاش في العصر الطباشيري الأول، وكان لونه بني، وكان معروف عنه إن هو كان ناس ناشط جدا من الدرجة الأولى، حيث إنه كان بيمتلك ساقان خلفيتان قويتان وزرعان كبيران تساعده على الإمساك بالفريسة وحملها في أي مكان هو عاوزه. أما بقى دلوقتي نيجي للنوع الرابع وهو اسمه أكروكونسوسورس، وهو من الديناصورات اللاحمة وطوله 40 قدم، يعني 14 متر، ووزنه 3.5 طن، يعني من 3200 كيلو جرام إلى 4500 كيلو جرام، وكان موقعه في جنوب غرب الولايات المتحدة الأمريكية. أكروكونسوسورس هو ديناصور متوحش جدا، عاش في العصر الطباشيري الأول في جنوب غرب الولايات المتحدة، تحديدا في أوكلاهوما وتكساس ويونا وأريزونا، وهو من أكلات اللحوم، وكان بيمشي على قدمين، وكان بيمتلك 68 سن كلهم أكبر من بعض وحدين من بعض، وكان طول رأسه لوحده 5 أقدام. وحكم الديناصور ده العالم لمدة 35 مليون سنة قبل ما طبعا تظهر التيركس الأكثر قوة وضراوة. ونيجي بقى للنوع الخامس واسمه البيرتوسورس، وهو من الديناصورات اللاحمة، وكان طوله 28 قدم، يعني 8.5 أمتار، ووزنه كان 2.5 طن، يعني 2300 كيلو جرام، وموقعه في أمريكا الشمالية. البيرنتوسورس هو ديناصور لاحم كان بيعيش على رجليه الخلفيتين، وكان بيعيش في أوائل العصر الطباشيري، ويعتبر من النوع الأول لفصيلة التيرانوسورس، يعني البيرنتوسورس هو جد التيرانوسورس. ولو جينا نتكلم ونيجي بقى للنوع السادس واسمه أليكتروسورس، وهو ديناصور لاحم وكان طوله 20 قدم، يعني 6 أمتار، ووزنه 1 طن، يعني 1000 كيلو جرام، وكان بيعيش في قارة آسيا. إلكتروسورس هو ديناصور لاحم عاش في أواخر العصر الطباشيري، وسلف آخر من أسلاف التيرانوسورس، وكان بيملك أسنان حادة جدا كانت بتخليه ديناصور شرس جدا، وكان بيتميز بسرعته العالية. والنوع السابع عندنا اسمه أليوراموس، وهو من أكلات اللحوم، وطوله برضه 20 قدم، يعني 6 أمتار، ووزنه 1.5 طن، يعني بالظبط 1800 كيلو جرام، وكان بيعيش في قارة آسيا. وللأسف ما عندناش معلومات كتير عنه، إلا إنه كان بيعيش على رجليه خلفيتين، وكان بيعيش في العصر الطباشيري.
أما بقى النوع الثامن عندنا اسمه أمبيلوسورس، وهو ديناصور نباتي وكان طوله 50 قدم يعني 15 متر، ووزنه بسم الله ما شاء الله 10 طن، وكان بيعيش في قارة أوروبا. أمبيلوسورس هو ديناصور نباتي عاش في أواخر العصر الطباشيري، وكان بيتميز بطول رقبته الكبيرة، وكان بيعيش في دولة فرنسا تحديدا، وهو من نفس عائلة أرجنتينوسورس. والنوع التاسع عندنا اسمه، أنا هكتب اسمه يعني انتوا حاولوا تقروه بس. المهم هو الديناصور ده كان نباتي وطوله 20 قدم يعني 6 متر، ووزنه 2 طن، وموقعه في كندا. الديناصور ده كان ديناصور نباتي وكان بيعيش في أواخر العصر الطباشيري، وهو شبه ابن عمه تيريكيراتوبس، وهما الاتنين كانوا من ذوات الأربع. والنوع العاشر عندنا اسمه أنكيلوسورس، وهو كان من آكل النباتات، وطوله 22 قدم يعني 7 متر، ووزنه 4 أطنان، وموقعه في غرب الولايات المتحدة. أنكيلوسورس أو الديناصور الدبابة زي ما بيسميه بعض العلماء، هو ديناصور نباتي كان بيعيش في أواخر العصر الطباشيري، وكان بيمتلك قوة دفاعية هائلة، وكان بيتصدى لأي هجوم من أي ديناصور حتى لو ريكس مرعب، وكان عنده ديل طويل وقوي بيمكنه من التأرجح والاصطدام بأي ديناصور وإلحاق أضرار بالغة فيه، وكانت أي قوة بتيجي في أي خصم بتضعفه جدا وتأثر فيه مهما كانت قوة خصمه. ورقم 11 عندنا اسمه أراكانو رابتو، أيوة هو ده اللي ظهر في فيلم جوراسيك بارك. كان الديناصور ده لاحم وطوله كان 8 أقدام، ووزنه كان 30 كيلو جرام، وكان بيعيش في أمريكا الجنوبية. أراكانو رابتور ديناصور لاحم عاش في أواخر العصر الطباشيري، وكان بيتميز بسرعته الفائقة، وكان ليه صلة كبيرة بين الديناصور ترادون. ونختم بقى برقم 12 واسمه أركيوبيتريكس. كان الديناصور ده لاحم بس كان على قده، كان بياكل الحشرات والفقاريات الصغيرة، وطوله ما كانش بيكمل المتر واحد، وكان بيعيش في ألمانيا. أركيوبيتريكس هو ديناصور لاحم كان بيتغذى على الحشرات والفقاريات الصغيرة، ويعتبر الحلقة الوصلة بين الديناصورات والطيور. ويعتقد بعض العلماء إن الطائر ده ما كانش بيطير في حياته أبدا، بس كان بيستخدم أجنحته دي في القفز، لكن كان عنده مخالب وأسنان حادة. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.